السلام بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناة شيوة سارة ومريم. اليوم ان شاء الله خليكم معايا باش تشوفوا بسبوسة فارسي بواحد لاكريم. دونك غتجي جوج طبقات. اول حاجة بديت خديت ان بول، حطيت فيه جوج بيضات، غادي نزيد عليه كاس ديال سنيدو، غادي نملونجي، خلطو داكشي مزيان. دابا غادي نزيد عليهم كاس ديال الزيت، خلط داكشي مزيان، شوية ديال الملح لتوازن المذاقات. غنزيد واحد فاني، وغادي نزيد واحد بيرلي، وغادي نخلط مزيان. تقدروا تستعملوا حتى بدانون مسوس اللي عندكم. كنخلطوا المكونات مزيان باش تجانس، وكنضيفوا جوج كيسان ديال العنبه ديال سنيده، واحد خماره حمراء، كنضيفو ربع كاس ديال الكوك. تقدروا تزيدوه تقدروا ما تزيدوش على حسب نتوما واللوغو ديالكم او الذوق ديالكم. اخر حاجه كنزيد ربع كاس ديال الماء وكنخلط مزيان. هنا جبت بول واحد اخر باش غادي نقسم العجين ديالي على جوج ديال لي بول، يعني كل بول بطبقه. على هذا الشكل خديت المول ديالي، درت فيه دهنته بالزيت والسنيده. غادي ندير الطبقه الاولى ديال الحرشه ديالي ولا العجين ولا بسبوسه. وفي هذا الوقت هذا كنت انا ديجا شاعله الفران. نورمالمون انا بغيت العجين ديالي تبغيو من الفوق، دونك داكشي علاش شعلت الفران على الجهه الفوقانيه. غنخليها غير شويه تحمر ونخرجها، تحمر غير من الفوق كما ذكرت. دونك دابا هنا الكريمه ديالي استعنت، درت 4 معالق ديال عامرين ديال مايزينا، اولا نشا ديال الذره، زدت غنزيد عليهم 4 معالق ديال السنيده،
في نص سترو ديال الحليب وغادي نخلط مزيان قبل ما نديهم للنار ونحطهم فوق البوطة. كنخلط مزيان باش ما يتكوروش ليا. هنا درتهم فوق النار باش تجنس ليا لا كريم ديالي وتولي عقده. دونك بقات جات على هذا الشكل، هذا جات شويه ثقيله. غادي نزيد عليها 4 ديال الفرماجات. غادي نخلط مزيان باش يتجانس ليا الحليب ومايزينا وسنيده مع فرماج. خلطو مزيان مزيان. كنخلطو مزيان حتى كتولي لا كريم عاقده. دونك فوالا، هي لا كريم ديالي جات عاقده على هذا الشكل، كتجي فريمون متجانسه. هنا غادي صافي حيدتها من النار، غادي نزيد عليها جوج ديال البيرلي وغادي نخلط المكونات كامله. في نفس الاثناء خرجت البسبوسه ديالي، شي جات محمره على الطبقه على الجهه الفوقانيه. دابا غادي نضيف لا كريمه ولا الكريمه ديالي. غادي نسرحها مزيان وغادي نرجعها للفران غير تشد ليا شويه اللون وتماسك ونخرجها عاوتاني. يلا كريم ديالي من مورا ما خرجتها من الفران جات متماسكه. دابا عاد غادي نزيد الطبقه الثانيه ديال البسبوسه او الطبقه الفوقانيه. غادي نسرحها مزيان على لا كريم، ولا لافونتاج ديال لا كريم اللي دخلته الفران انه تماسك وخلاني انني نلعب بالعجين ديالي كيف ما بغيت، يعني ما تخلط ليش مع العجين. فوالا، غادي نرجعها للفران طيب من الفوق وطيب من التحت وغادي نخرجها. فوالا، البسموسه ديالي مورا ما خرجتها من الفران كتجي محمره على هذا الشكل، كيجي اللون ديالها ذهبي. خديت كنسقيها بالسيرو، راه كتعرفوا كاملين الطريقه ديال السيرو. خديت كاس كبير ديال الماء، درت فيه نص كاس ديال السنيده وواحد فاني وخليتهم فوق النار ودابا كنسقي بهم وكنسقيها وهي مازال سخونه باش تشرب ليا الصبوه ديال السيرو.
الزين تقدروا تزينوا باي حاجه عندكم، سواء لوز ايفيلي ولا لوز مفروم اولا مطحون، وتقدروا تزينوا اوسي بالكوك. المهم الزين كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. لا غوصيت تكون عجبتكم ولا فيديو سي عجبتكم، ما تنساوش تابونا وتلايكيو لا فيديو وتبارطاجيوها مع الناس اللي كتعرفوا. الى اللقاء في وصفات جديده ان شاء الله، وبصحه وراحه وبسلامه.